معايا نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاسبق نجمنا كابتن عرفت نصار. مساء الفل يا كابتن. الو، مساء الخير يا كابتن عرفت، مساء النور استاذ شبان، ازي اخبار اخبارك؟ حضرتك ايه؟ عامل ايه؟ الله يخليك. الحمد لله، الحمد كله لله، تمام؟ كله زي الفل، الحمد لله، انا الحمد عمال لله. امجد في جوزيه جوميز، قلت اجيب له بقى اللي ما بيعجبوش العجب لا والله، ولا بص، الصيام في احنا رجب، دايما بما احنا داخلين على رمضان يعني. دايما بنشوف التجربه بتبشر بايه. انا شايف ان اللعيبه اضافه كويسه جدا، ولسه العناصر الباقيه لما ترجع الامور هتختلف، انما ما نحكمش على طول. يعني انا مش من الناس اللي بتحكم على انا طول، انا عارف، بد بس انت اه برضه يا كابتن كنجم كبير وراجل لعبت في مستويات عاليه وراجل مدرب كبير، بيبقى ليك برضه في وجهه نظر حاله تبان في حاله يعني انت في في لعيب حاله ممكن تقول لي لا ده يجي منه من لمسه. ماشي، ما انا بقول لك في حاله، يعني في الراجل حاله نفسه بقى اللي هو حاله جوزيه طيبه. جوميز يعني اي مش الراجل، الراجل شغال كويس، راجل حاسس ان هو صاحي عنده على طول، اي عنده وصاحي على طول، وده شيء مهم جدا. يعني احنا بنتكلم مثلا حسام حسن مسك منتخب مصر عشان امكانياته الحماسيه، فالراجل ده عنده الحماس، عايزين تمام. بقى نشوف الكوره ونشوف الحاجات دي. فمع وجود اللعيبه الجداد دولت اكيد الامور هتختلف، لان كل لعيب عايز يعمل ذات لنفسه. فلو الاثنين طلاقوا واستغلوا الجزئيه دي مع الدفعه بتاعت مجلس اداره والجماهير، نادي الزمالك هيبقى في حته تانيه، تمام. واكد لك بالكلام دوت. نادي الزمالك بيمر بمرحله يعني انتقاليه في المستوى واحنا عايزينه يرجع. لسه كنت بقول يا كابتن على التجربه بتاعت كولر، لو حضرتك تتذكر قبل كولر كان الاهلي عنده مشاكل كتيره جدا فنيه بس هقول لك على وخسران حاجه. كل حاجه، بس ايد الكولر. الاهلي برضو، انا عايز برضو ايه، انا عايز برضو، عشان برضو انا لسه على رايي ان كولر ما اضافش للنادي الاهلي حاجه، لان النادي الاهلي هو ست عنده بطولات بس يا الامكانيات. كابتن اضاف. لا، ما انا بص، انا قلت لك إيه، انت يا استاذ شبان لو مسكت النادي الاهلي لا يا كابتن، اتحداك. طب ما سواريش مسكه. سوارس ايه بس؟ طب انت بتتكلم على الله، مش فتره مدرب يا فتره كابتن فتره اجنبي، ايوه. لا، ما في فتره موسيماني مسكه ما عرفش ياخد الدوري دوري ايه بس؟ انت سنتين. واخد بطوله افريقيا، انت بتتكلم هو كل حاجه هتقعد تقول لي انت ما عرفش ياخد الكاس، كاس مصر ما فيش فرقه بتاخد كل حاجه على فكره. ما خدش غير. ماشي يا كابتن، ما هو يعني انما وكولر الراجل ده خد كسب، كل حاجه، خد كولر كل خد كل خد حاجه، كل حاجه. خد كل حاجه ايه، في سنه واحده؟ لا ما عدا، لا لا، في سنه واحده ما عدا كاس العالم. كاس العالم هقول لك يا كابتن والسوبر الافريقي، والسوبر الافريقي ماشي، ايه، بس والدوري لا مفيش السوبر ولا الافريقي الثاني. لا يا كابتن، السنه الثانيه انت بتقول، انا بقول لك في اول ما سنه انا بكلمك اهو، كسبان يعني دوري وكسبان كاس وكسبان سوبر ما فيش محلي حد، وكسبان ما كل اي ماشي، ما ده الطبيعي بتاع النادي دوري الاهلي، ابطال افريقيا. نظرا لامكانياته لا يا الماديه كابتن انت المهوله بتقول لي ما اضافش اللي حاجه يا طافوه كابتن. كل انديه مصر. ايوه انا كابتن، ما بقول لك، ما اضافش انا حاجه ازاي؟ ايوه، ما انا بقول لك، نظرا لقوه النادي الاهلي الماديه التي تفوق انديه مصر كلها مجمعه. يعني هو ما خلاش ياسر ابراهيم يرجع احسن سيرد باك في مصر، ما خلاش عبد المنعم بهذا الشكل، ما رجعش عبد محمد المنعم هاني، ايه؟ ما رجعش عبد المنعم يا عبد، محمد هاني تاني، طب اسال بيرسي جماهير تاوي اللي الاهلي، كان الناس هيكونوا معترضين على محمد هاني كويس ولا وحش؟ كل اللعيبه في كده وفي كده. لا سيبك، انا بقول لك حضرتك بتقول لي ما... اكتر نادي مستقر، بص يا شيخ، طب اكتر ممكن نادي اسالك مستقر، سؤال؟ اتفضل اتفضل. حضرتك قبل ما كولر يجي متذكر الشهرين ثلاثه بتوع سواريز الفتره دي ولا مش متذكرها؟ برضو لا، انا مش متذكره كويس، بس هقول لك على فاكر حاجه. انت؟ لا ما انا هفكرك بحاجه. الطبيعي بتاع النادي الاهلي، ان هو بياخد بطولات. لا النادي ما الاهلي ماشي بقول لك ماشي ماشي، انا حد معاك عنده كل حاجه، مش انا لازم معاك انا معاك انا معاك بس خلاص اوكي. بس انت فاكر الفتره دي لما اتقال هو ياسر ابراهيم ازاي بيلعب في الاهلي، هو ازاي محمد هاني لسه بيلعب، هو ازاي كلام لا، كتير اتقال. محمد على فكره بس على فكره، محمد هاني من افضل باكات الرايت اللي موجوده في مصر على مدار فترات اللي طويله جدا. رجعهم ورجعهم بدليل بكده. انت جبت عمر كمال عبد الواحد اللي بيلعب منتخب مصر، ومحمد هاني بيلعب عليه. انا طب بقول لك بس، وماله؟ ما يعني محمد هاني بيلعب منتخب، خلاص ما هو اساسا خلاص. منتخب مصر. محمد عبد المنعم بيقدم مستويات قليله جدا 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 في اخر المطوشه دي، الماتش نهار مش اللي جدا فات جدا والماتش جدا بتاع، يا كابتن. لا، جدا جدا انت جدا، بتقارنه بنفسه، اصل حضرتك بتقارنه بمحمد عبد المنعم لما نفسه، انما لو نفسه قارنته باي ايه سيرد بس؟ باك تاني حتى وهو متراجع احسن من اي حد. مين قال كده؟ مين قال كده؟ يا انا استاذ بقول لك عبد، كده يا كابتن رايي. يعني سيرد اسمعني باكات، بس، يعني سيرد باكات بيراميدز احسن من عبد المنعم دلوقتي؟ لحظه واحده. اسمعني بس، عايز اتكلم على حاجه. انت بتتكلم دلوقتي على سيرد باك، لما سيرد باك يعمل في مباراه واحده 4 اخطاء كارثيه، لازم تعمل ستوب وتقول لا، ده في تراجع، فين بقى في اخطاء كارثيه دي؟ فين؟ في ماتش ايه؟ يا نهار اسود، ده الماتش بتاع بتسوده مديامة ليه ده، بس داخلين على رمضان؟ مش ماتش طبيعي. مديامة ده،
خلاص. يعني غلطتين. هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه، توفيق غير عادي وحكم غير عادي، بنالتي 100%. وما اعرفش بقى في اعلامي طلع قال ده اللعيب هو اللي حط رجله لا تحت علي رجل معلول معلول. بنالتي، والاهلي ليه بنالتي جت في ايد الكره اللي جت في ايد بنالتي ايه بس يا استاذ شباب؟ انا ما تخلينا، انا مش بتكلم على دي، انا بتكلم ان في اخطاء كتير جدا حصلت، في تراجع في مستوى بعض اللاعبين، انما ده ما يمنعش برضو ان هو لعيب كره كويس. انما احنا دايما بندور على الكمال، بندور على لعيبه تمام محترمه، لعيبه لعيبه طالما عنده النو هاو. اي ايوه بالظبط مظبوط. كده. فما نجيش بقى نقول ايه، نقول اصل ومش اصل، لا لا، احنا بنتكلم، بقول ان في مدرب، في مدرب تقعد تتمتع دايما. يعني انا لسه كنت بتفرج على لوتون تاون ومانشستر احنا سيتي. مالنا ومال الناس دي؟ ايوه احنا بقى عايزين نجيب اللعبه دي عندنا على البلاي ستيشن. بالظبط كده، هو كده. نرجع تاني للزمالك بقى عشان ما نتكلمش، عشان الناس بتزعل. خد بالك على البلاي ستيشن، احنا حتى ما بنعرفش نكسب بيهم على البلاي بص ستيشن. انا اتمنى من خلال برنامج يا شبانه، اتمنى ان الساده المسؤولين عن الكوره في مصر بجد، داخل بجد بجد، اتمنى ان يفكروا في حته التحكيم، لان الحكام بتوعنا كويسين قوي بس مش مع اللون الاحمر اللي في مصر، وحصلت مشاكل قبل كده. ليه نعمل مشاكل؟ مش مع يعني ايه؟ ليه مش مع ليه ايه؟ مع ايه؟ ليه نعمل مشاكل؟ ليه نعمل مع اللون مشاكل؟ الاحمر؟ الله، ده على طول، يعني ده انت، الحكام ده منحازين انا، للاهلي طول الوقت؟ ايوه استاذ شبانه، ما تخلينا دغري. ما انا احنا دغري بص يا كابتن، بص هو دغري انا اقول لك دغري انت كلامك صح؟ دغري، هي ملهاش احنا دغري. جايبين مش عارف 52 كاميرا، وجايبين مورينيو، وجايبين مش عارف مين ومين ومين. خلاص نجيب بقى الناس قد الحدث، نجيب حكام كويسين. طب والحكام المصريين مالهم يعني لا المشكلة؟ لا لا لا، بص بص، طالما في، غضاضة في القلب من يا ناحية كابتن أي حد، عفت، ما يا نجيب كابتن ما نجيب حكام، ارجوك، إيه المشكلة؟ نفسي ما ينفعش يا كابتن عفت، ما تجيبوا حكام أجانب. نفسي وأنت بتلعب تتكلم فين؟ يعني، أنت نفسي في بتلعب مرة، فين؟ نفسي في مرة يا كابتن اتفضل. الاقيك بتتكلم أيوه عن تطوير اداء الزمالك والاصرار على الانتصار دون البحث عن المبرر او هو أنت، نظرية العمر دي. أنا عايز يعني أعرف، مثلا النهارده، ما الاهلي النهارده مثلا الجول ما اتحسبش بتاع رضا سليم مثلا، يعني يا أستاذ شبانة، يا ثانية أستاذ واحدة. شبانة، طب اللي اتلسع من الشوربة، اللي اتلسع من الشوربة هم في يا الزبادي. كابتن، أنت ياما فاكر الاهلي حضرتك اتلسع قبل كده؟ بالشوربة اسمعني وياما بس، الزمالك اتلسع اللي بالشوربة. بيقول الكلام ده؟ بقى أنا، لا أنا اتلسعت من الشوربة، أنا نزلت الملعب، عارف اللي بيلعبوا في الحارة، أنا مين نزلت بيقول الكلام ده؟ الزمالك. مين اللي بيقول الكلام ده؟ عايز تقول مين؟ أنا بقول لك أهو، الزمالك نزل يسخن، والأهلي نزل يسخن، ونزل حكم مسخن اسمه جمال غندور، وقفت على الخط، دخل جمال غندور، خرج أدري عبد العظيم. هو في كده؟ هو إحنا يا بنلعب في كابتن الحارة صاحب الكرة اللي بيلعب؟ اللي انت بتقوله ده، بص انا معاك 1000000%، بس ده ملوش علاقه بمستوى الحكام ما في الملعب يا كابتن. يجاملوا ده وما يجاملوش مستوى ده؟ حكام ايه؟ ده انا بقول لك كابتن على تديني مثال التحكيم. سنه 96 دلوقتي يا ولا حول ولا قوة، هو ده، 2025 24؟ هو ده مش مستمر. يعني طب هقول لك على يعني انا حاجة، اجيب لك مثال التحكيم فيه مثلا ظلم الاهلي او ظلم الزمالك من والله 30 لو ظلم سنه؟ الاهلي مرة، بص بص، لو ظلم الاهلي مرة هيبقى ظلم كل بقية الاندية مليون مرة. كابتن انا بكلمك في امور فنيه وتطوير اداء طب ما انا، الزمالك. بكلمك اهو، ما انا هنتكلم بقول لك دلوقتي ان ليه، الكاس، حدث، يعني ليه الزمالك لو حدث، خسر الكاس في رايك ليه، هيبقى خسر حدث حلو. الكاس عشان الحكم اللي هو طب من دلوقتي قبلها لما في باسبوع غضاضة، هيجامل اسمعني، الاهلي؟ جماهير الزمالك كلها في غضاضة. ليه ليه ليه؟ طالما غضاضه في من غضاضة مين؟ من التحكيم المصري، يا ما نقول كابتن لا انت يا جماعة. جمهور الاهلي ما عنده غضاضه النهارده؟ احمد الغندور بيحكم، لو انت شفت السوشيال وشفت يا كابتن اكس وشفت الترندات، مش عايزين احمد الغندور طب ما خلاص، جمهور الاهلي. بس انت ما تنفعش تبقى كده، خلاص حضرتك مش عايز لا وانا مش لا عايز. لا لا، لازم تنفع لغاية ما يجي، لما يبقى عندنا حكام يبقى في ثقة فيهم. احنا ما عندناش ثقة في الحكام حكامنا بما كانوا يرضي في الله. كاس يعني الامم. لو سألت كابتن لو بما لا يرضي لا، الله، لا هنتكلم في اسمعني ضمائر اسمعني، البشر، يعني ما ينفعش جيب نقول كده. ضمائر ايه؟ انا ليه في الملعب؟ انا هنتحاسب ماليش على دعوه الكلام ده؟ بضميري، معلش انا ماليش دعوه بالضمير، انا ليه دعوه في الملعب؟ يعني، لا ماتش، يعني لو اخطا الاهلي، حضرتك بتتكلم على اسمعني طيب، انحياز، اصل ده انحيازك حضرتك ماتش بتجزم. الاهلي ومودرن فيوتشر، كابتن الطرد بتاع عفت، مروان، الاهلي خد بطوله، الماتش اللي قبليه، السوبر اللي قبليه، كابتن الاهلي عفت والنبي بس، وبيراميدز. كابتن الاهلي ومودرن فيوتشر كان وان سايد جيم 75 دقيقه للاهلي. وانت ان شاء الله يكون يا متاح كابتن عفت من العدل. فضلك، انت هتقول لي اصل ده، بس فقير يموت خلاص؟ لا لا ما حدش لا قال ما كده، فيهاش كده. احنا بنتكلم على ضمائر بشر. انا ضمائر، انا ضمير ماليش دعوه حكم يا بالضمائر، كابتن. انا انت ليا لا دعوه يا كابتن بالملعب، انت بتحترق، ضميره وبتتهمه، انت مش عايزه ضمير ايه؟ يحكم فاينل كاس هو لا عشان انت حول، بتقول هو له ده مش اللي انت بيحصل، مش هو ده نازل اللي بيحصل، تجامل فرقه على حساب مش فرقه. هو ده اللي بيحصل، مش لا هو ده يا اللي كابتن، بيحصل، لا يا كابتن ده بتهيألك. هو ده اللي طب بيحصل هقول لك والله. على حاجه، ايوه ويبقى بيني وبينك الحاجه ايوه دي، ايه رايك؟ اتفضل اتفضل. والحاجه دي هتبقى فير،
اتفضل. وانا لا انا هنا ولا هنا، خد بالك انا بحاول اتفضل. دايما في اي نقاش اتفضل. خد بالك انا بطبيعتي في اي نقاش باخد ما فيش هنا وهنا، انت عندك شويه محمل، بس محمل على الزمالك شويه. لا يا كابتن انا في اي نقاش، لا انا لما بكلمك ايوه ماشي اوكي، لو انا حد اهلاوي حتى على التليفون ببقى جانب الزمالك. ليه؟ ببقى دايما باخد دور الطرف الاخر بحكم شغلي. جميل ايوه. يعني لو حد اهلاوي أيوه. بيقول نفس كلامك هتلاقيني بتكلم على الزمالك بنفس الطريقه دي. ده انت كنت بتنزل صوره في الهرام الرياضي، والواحد مش عايز يعجب لك الصور بتاعتك اللي انت كنت منزلها والتعليقات اللي كنت بتعملها. ايه يا كابتن؟ اكنك بتطلع من قلبك. ليه ايه يا كابتن؟ خلاص؟ ليه ايه؟ لا اجيبهم لك، انا حاططهم لك في التعليقات. ايه ليه ايه؟ هو ما تنفعش ترمي لي كلام كده. الصور اللي كنت بتنزلها على الغلاف بتاع الهرام الرياضي. بتاعت ايه؟ صوره ايه؟ بتاعت ايه؟ بتاعت الماتش الاهلي من طرف واحد، الاهلي اللي مش عارف ايه. طرف واحد يعني ايه؟ انا هجيبها لك كلها، انا مش فاكرها دلوقتي. أنا بس انا هجيبهم لك طرف واحد دي. لا انا جايب لك كده لما وعلى تجيب فكره لما تبعتهم لي على الواتساب، وانا هبعت لك برضو اغلفتها على الاهلي على الواتساب، بس انت ما تشوفش غير الحته اللي انت عايز تشوفها. لكن انا عملت على فكره والجمهور زعل مني في اغلفه كتير جدا على الاهلي، وده شغلي إيه؟ يعني في الاخر يا كابتن ده شغلي. فين الاغلفه دي اللي على الاهلي بس يا استاذ شبان؟ مش عايز اتكلم يا استاذ شبان، ده انا بقعد اتكلم معاك يا كابتن عفوا. انحياز غير عادي للاهلي. انت انا يا كابتن بحكم شغلي انا راجل ميدياجي، انا راجل بعلم الشغلانه دي، انا ببقى الطرف الاخر يا كابتن. مش بقول كده عشان عايز الطرف الاخر دلوقتي. بس لحظه في السعوديه لا يحدث، لا يجب ان حضرتك تتكلم عن ضمائر حكام. وانا ما بتكلمش على ضمائر على فكره، انا ما بتكلمش على ضمائر ولا حاجه. الحكم انا بقول لك انا ليا الملعب الأهلي. ليا الملعب ايوه والله. انت لسه ما عرفتش مين الحكم؟ لسه ما عرفتش؟ لا حضرتك اعلنوا، اتحاد الكره اعلن الحكم. لا مين يا كابتن؟ البنا. حضرتك اعلنوا البنا؟ اعلنوا يا جماعه البنا؟ ايوه اعلنوا البنا. طب انا عايز اقول لك البنا او ابراهيم نور الدين. او ابراهيم نور الدين من الاقرب امين عمر. او ابراهيم نور الدين. طب خد مني انا بقى من الاقرب امين عمر. طب امين عمر هينفع في الماتش بعد ما عمل الماتش؟ يا خبر ابيض، يعني البنا ما ينفعش. انا بقول لك ما ينفعوش. امين بتاعنا تاخد احمد الغندور؟ عايز طول مين؟ طول التحكيم بتاعنا. طب قول لي عايز مين؟ ما هو مهزوز. عايز تخسر لصالح بمين؟ لصالح نادي واحد مش هيصلح. طب قول لي عايز مين؟ طب مين الحكم اللي انت شايفه؟ لا عايز حكم اجنبي، جيب لي حكم اجنبي واكسبني 10 وانا هبقى مبسوط. طب ما قول لي مين يا كابتن فير انت شايفه؟ مفيش. لا مفيش في مصر حكام كده دلوقتي. مفيش. ولا حكم ولا واحد والله. حتى امبارح كنت بتفرج على ماتش زد وامبي، اول مره اشوف حكم بكرش، حكم واقف كرشه طالع قدامه. طيب فين يا جماعه نظره التحكيم والناس اللي بيفكروا وبتاع والكلام ده؟ بس عشان نخرج من الحته دي. أيوه.